كل مرة كل مرة كده بيعمل فيه كل مرة في مبلغ في مبلغ هيك بيعمل فيه اللي هو وأنا السبب أنا السبب أنا لازم أقدم لهم هدول أولادي أنا مسؤول عنهم أنا مش عم بقدر أعيش نفسي فكيف بدي أعيشهم اللي معك مي زرقاء بصيري عمية قاعدة بالقرني شو بتعمل أنا ري وجبتي نعمل العملية لو بدي أصحى بعمل العملية أنا بلاقي حالي ملك مع أني أنا أندر داون يعني تحت التحت